السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار شانيل. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في احسن الاحوال. واللي اول مرة كتشوف قناتي كنقولها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نقدم لكم فيه بغرير بدون اختمار، كيوجد في 10 دقائق وناجح 100%. غادي نقدموا لكم مقادير اللي هي بسيطه ومتوفره في كل بيت وطريقه سهله، ما عليكم غير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر وتتبعوا جميع النصائح والتعليمات اللي غادي نعطيكم، وكونوا متاكدين بانه غادي ينجح معكم هذا البغرير كيف ما كينجح معايا انا دائما، وعمره ما حشمني. كيجي رطب وهشيش وقطني ومثقب كله من الداخل كيف كتشوفوا، كيف ما درتوا ليه كيمشي مع يديكم. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير عندي هنا 250 غرام تاع السميده الرقيقه، السميد الخاص بالحلويات. عندي 2 معالق كبار ديال الفورس او الدقيق الابيض. غادي نحتاجو 2 خميرات من وزن 7 غرام، غادي نحتاجو 2 يعني 14 غرام، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه او الخميره المعجونه على حسب اللي متوفر عندكم، ومعلقه صغيره ديال السكر الخشن سنيده. بالنسبه للماء غادي نحتاجو 3.5 كيسان ديال المدافي ديال الكيسان ديال العنبه، 3.5 كيسان منهم حتى 4 الكيسان على حسب النوعيه تاع السميده اللي عندنا. هاد الماء راه دافي شويه البنات، انا غير درت كاس هنا باش نعبر ليكم. كيف قلت لكم غادي نحتاجو 3.5 كيسان حتى 4 الكيسان. غادي ندوزو دابا الطريقه. غادي ندير هنا هاد الكاس ديال الماء، غنضيف عليه السكر والخميره والملحه، وغادي نديرو الخمارات اللي عندنا، غنضيف عليهم هنا دقيق الفورص اللي عندي مغربل من قبل 2 معالق كبار، وغادي نضيف هنا 250 غرام تاع السميده، هنا غادي نضيف الكاس الثاني ديال الماء، وغادي نعاود نضيف الكاس الثالث. درت هنا 3 كيسان تاع الماء، غادي نخلط هاد المكونات وغادي نشوف شحال تاع الماء غادي نزيد. كيف كتشوفوا البنات زدت هنا غير 1/4 كاس ديال الماء، وغادي نعاود نخلط المكونات اللي عندي. وهنا بعد ما خلطت الخليط ديالي فكنحصل على عجين بهذا الشكل هذا، خويته هنا في هذه الزلافه وغادي نحطه 1 2 أو 3 دقائق، يعني ما كيحتاجش يخمر لنا نهائيا، 2 و3 دقائق كافيين غير بما سخنت لي المقله، وغادي نطيبه مباشره. صافي هنا من بعد ما سخنت لي المقله فخديت الخليط ديالي كيف كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. انا عندي هنا المقله صغيره فخديت واحد المغرفه اللي هي صغيره باش يجوني البغريرات في قياس واحد، هي اللي كنشد بها هكا العبار. غادي نخوي هنا مغرفه من الخليط ديال العجينه وكنوزعو هكا على المقله كامله، والعافيه اللي كتكون مهيله ضروري البنات العافيه تكون مهيله، باش ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده يعني متوسطه، باش البغرير تاعكم يطيب كله مزيان ويجي كله مثقب ويطيب على خاطره وما يجيناش معجن من الداخل. صافي من بعد ما كنخلي البغريره كيف كتشوفوا فكتجي كلها مثقبه، كيجي ناجح 100%، يعني البغرير اللي ما غاديش يحشمكم نهائيا ولا يندمكم. وطريقته سهله بسيطه، ما عليكم غير تتبعوا جميع المقادير مضبوطه والمراحل اللي كنقوم بها. وواحد الحيله البنات او واحد النصيحه، ملي كطيبوا هكا البغريره الاولى وكتبغيو تحطوا بغريره اخرى فرفعوا المقله من فوق النار، ضروري ما تهزوها من فوق النار هكا بحال كتبردوها، والبغريره الثانيه كتجي ناجحه معكم وكتجي كلها مثقبه، عكس الا خليتوا المقله هكا فوق العافيه فالبغريره ما كتجيش كلها مثقبه. هذه حتى هي من الحيل اللي كندير انا باش البغرير كيجي معايا كله ناجح، عوض ما كتهزوا المقله وتحطوها في الماء هكا كتخسروا المقله تاعكم، فغير رفعوها من فوق النار كتنخفض لها شويه درجه الحراره وكتحطوا فوق منها بغريره اخرى، يعني ماشي كتسنوا واحد الوقت غير كتهزوها وكتخوف فوق من البغرير، المهم كتهزوها من فوق النار. المهم البنات كنطول عليكم الشرح، ولكن باش كنعطيكم جميع النصائح كامله اللي كندير انا كنبغي حتى نتوما نوصلها ليكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي ديال البغرير كامله. كيف كتشوفوا العافيه دائما كتكون متوسطه ماشي مهيله بزاف وماشي عافيه اللي مرتفعه، باش هكا ما يتحرقش لنا البغرير من التحت وكيبقى معجن وما كيجيش كله مثقب، يعني ما كيطيبش على خاطره.
وكيف كتشوفوا معايا تقريبا كل بغري راه كنحطها كتجي مثقبه شكلها كيجي كيشهي وكيحمر ليا وجهي. الصراحه البغرير هذا كيجي لذيذ ورطب، وحتى من بناتي اللي باقيين صغار بكثره ما كيعجبهم كيقولوا لي ديري هنا كل نهار. صافي كيف قلت لكم غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهذا باش تحافظوا البنات على المقله ديال البغرير تاعكم، ما ديروش هكا شي موس ولا شي معلقه ديال الحديد اللي تهزوا بها البغريره، ديروا شي معلقه ديال الخشب او ديال البلاستيك اللي كتكون خاصه بالبغرير، هكا باش كتحافظوا على المقله تاعكم وكتبقى صالحه لكم دائما، وكيجيكم فيها البغرير دائما ناجح بهذا الشكل هذا. وطريقه اخرى او حيله اخرى ثاني باش المقله تاعكم كتحافظوا عليها وما كتخسرش ليكم، ملي كتكملوا منها الطياب يعني صافي كتكملوا الكميه اللي عندكم تاع البغرير، فخليوا المقله فوق النار على عافيه اللي هي طافيه، طفوا العافيه طبيعه الحال، وغادي تخليوا المقله حتى كتبرد على خاطرها، يعني ما تهزوش المقله هي سخونه وتحطوها فوق الرخامه عندكم. فهاد هاد الطريقه هذه ساهيه يعني ما كتخليش المقله كتبقى صالحه للبغرير. وما تغسلوهاش، نصيحه مني للبنات انا ما تغسلوش المقله نهائيا، كيف كتعرفوا البغريره غير عجينه ما فيه لا زيت لا بيض لا حتى شي حاجه اللي غادي يوسخ لكم المقله، حتى الماء حتى هو كيخسعها ما كيخليهاش تبقى تجينا يعني كتبقى لينا صالحه للاستعمال تاع البغرير. فملي تساليو منها تخليوها حتى تبرد، خذوا واحد المنديل هكا اللي كيكون شويه فازق ومسحوها به وكافي التنظيف ديالها، وكتبقى دائما المقله تاعكم صالحه للاستعمال وكتبقى دائما جديده. صافي البنات من بعد ما كملت الكميه تاع العجين اللي عندي كامله، انا حاولت ما نزربش لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه كامله موضحه قدامكم بالصوره وكيفاش كيتثقب البغرير، يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، ما عليكم غير تتبعوا جميع المراحل وتصيبوا البغرير ديالكم بمقادير متوفره في كل بيت، وبغرير كيف قلت لكم كيجي ناجح مليار في المية. كنتمنى هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم ويعجبكم البغرير ديالي، وتنالوا حتى نتوما ديروه لوليداتكم واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تخليو ليا الراي ديالكم في التعليق كيفاش جاكم، ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل لتعم الفائده. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.